السلام عليكم. شفنا في الفيديو اللي فات ان ما ينفعش نعمل تنمية من غير تخطيط، وان التخطيط اسلوب علمي يهدف الى حل مشكلة ما في فترة زمنية محددة او تغيير اوضاع راهنة غير مرغوب فيها بهدف استثمار الموارد من اجل مستقبل افضل. ولقينا عشان اعمل كده لازم يكون عندي دراسات جغرافية عن الإقليم. هو إيه هو الإقليم أساساً؟ الإقليم مساحة من الأرض لها خصائص طبيعية وبشرية تميزه عن غيره من الأقاليم. ده إقليم ساحلي، ده إقليم داخلي، ده إقليم صحراوي، ده إقليم بارد، ده إقليم الذنوب، ده إقليم الكوكازيين. خصائص طبيعية وبشرية تميز الإقليم عن غيره من الأقاليم، ده إقليم. والجغرافيا بتدرس خصائص الاقاليم، فبتدي صوره واضحه لمتخذ القرار انه ياخد القرار الصح في الوقت الصح، واول هذه القرارات هو قرار التنميه. بسبب الدور الحيوي للجغرافيا في التنميه، قلنا مفيش تنميه من غير جغرافيا. علشان كده ظهر فرع مستقل من فروع الجغرافيا اسمه جغرافيا التنميه. هدفه توفير قواعد بيانات لمتخذ القرارات عشان ياخد القرار الصحيح في الوقت السليم. طب ايه هو تعريف جغرافية التنمية؟ هي فرع من فروع الجغرافيا البشرية، ادي اولا. بيعمل ايه؟ يهتم بدراسة الموارد المتاحة، سواء كانت موارد طبيعية او موارد بشرية. ان شاء الله في الدرس الاول من الوحدة الثانية اللي هو البيئة نظامها وموارد، هنعرف يعني ايه مورد وايه هي انواع وتقسيمات الموارد. لكن في الاساس بنقسمها طبيعية وايه وبشرية. الجغرافيا او جغرافية التنمية بتدرس الموارد دي. بفرع من فروع الجغرافيا البشرية يهتم بدراسة الموارد المتاحة للكشف عن إمكانات ومعوقات استغلالها. بيدرس الموارد الموجودة في الدولة عشان يشوف هل هقدر استغلها ولا مش هقدر، ولو مش هقدر إيه هي المعوقات بتاعت استغلالها. بهدف إيه الهدف؟ استغلالها عشان أعرف استغل الموارد دي صح، وتنميتها وإدارتها، لفظ جديد، إدارة المورد، وتحقيق بيئة مناسبة لجودة الحياة. فرع من فروع الجغرافيا البشرية يهتم بدراسة الموارد المتاحة للكشف عن إمكانات ومعوقات استغلالها، بهدف استغلالها وإدارتها وتنمياتها وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق جودة الحياة. يعني إيه إدارة مورد؟ عمليات متتالية، مجموعة عمليات متتالية تهدف إلى استثمار واستغلال الموارد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. عندي مورد، المورد ده عشان استغله محتاج اعمل كذا وكذا وكذا واحافظ عليه بالطريقه كذا، دي اسمها اداره المورد. طيب ايه هي مجالات جغرافيه التنميه؟ مجالات جغرافيه التنميه كتير، اشهرها ثلاثه: تنميه موارد البيئه، والتنميه البشريه، والتنميه الاقتصاديه. في مجال تنميه موارد البيئه بتقوم جغرافيه التنميه بدراسه الموارد وادارتها، دراسه الموارد وادارتها من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات. وافتكر كلمة مؤشر يعني رقم، هناخدها إن شاء الله في الوحدة الأخيرة في الترم الثاني. مؤشر يعني رقم أقدر أحكم بيه على مستوى تقدم أو تخلف. يبقى الجغرافية التنمية بتحدد لي مجموعة من المؤشرات البيئية اللي أي دولة عايزة تعمل تنمية لازم تلتزم بيها. يبقى دول جغرافية التنمية في تنمية موارد البيئة، هو استغلال وإدارة الموارد بتاعة البيئة بوضع مجموعة من المؤشرات البيئية يجب على الدول الالتزام بها عند قيامها بعملية دور جغرافي التنمية. في التنمية الاقتصادية زيادة الإنتاج واستنباط أساليب إنتاجية جديدة واستغلال الموارد المتاحة بهدف زيادة الدخل القومي. في مجال التنمية البشرية دور جغرافي التنمية إيه؟ تنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف في شتى الميادين، في كل الميادين، عن طريق توفير فرص ملائمة
مناسبة في التعليم والتدريب. وبكده نكون خلصنا الدرس الأول، ونشوفكم إن شاء الله في الدرس التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.